طيب، في الليلة الختامية لمولد السيدة زينب الأسبوع الماضي، وفي عدد من التغطيات طبعا، والنهاردة كمان احنا هيكون عندنا تغطية خاصة لذكرى الإسراء والمعراج. كل سنة حضراتكم بخير. في مشهد يمكن متعودين عليه أو كنا بنتكلم عليه كتير، مشهد عن هذه الحيوانات وخاصة الكلاب. اللي لقط الصورة دي كان متخيل انه في مجموعة من الكلاب الصغيرة اللي بيحتضنوا كلب آخر صغير لحمايته من البرد أو لأي يعني هدف آخر، لكن كانت الحقيقة انه بيلقوا عليه زي ما بيقال نظرة الوداع عقب وفاة هذا الكلب الصغير، لأن في عربية دهسته في الطريق. الحقيقة اللي بسطني جدا، طبعا القصة كلها نزلت على جريدة الوطن وكانت لقطة من اللقطات الحلوة قوي الحقيقة، حي كل القائمين عليها. الأحلى من اللقطة هو رد الفعل عليها، رد الفعل على هذه اللقطة الحقيقة كان يعني حلو، لأنه الناس كلها أظهرت جانب كبير جدا جدا من الرحمة على هذا المشهد، وده يمكن اللي احنا بنشتغل عليه طول الوقت. خلينا نعرف حكاية هذه القصة من الأستاذ جاسر أحمد، المصور الصحفي بجريدة الوطن. أستاذ جاسر، أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ ايمان، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي واهلا بمشاهدي دي ام سي كلهم في كل مكان، وشكرا على الكلام الحلو ده، ميرسي جدا. الصورة كانت معبرة جدا، وعلى قد ما هي صورة يعني حزينة، المشهد يعني مشهد عاطفي لهذه المجموعة من الكلاب الصغيرة الحمد اللي لله. بيحتضنوا أخوهم. لكن قولي، شفت اللقطة دي إزاي؟ لأن لقطة زي اللقطات دي مش سهل إن الواحد يقدر يحصل عليها بالشكل ده. هو الحمد لله، اول حاجه هو كل الصور رزق، وده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله اللي انا حاسس ان انا كنت سبب صغير، اللي انا كنت موجود في المكان اللي انا ما كانش ليا اي صله بيه او مقصود اللي انا عدت منه، وهي دي الصدفه الاساسيه بتاعت الصوره دي، ان انا ما كنتش قاصد او ده مش طريقي او اللي انا بعدي من الحته دي نهائي. انا ماشي مش في تفكيري اي حاجه، انا محب ومربي للكلاب جدا، وعارف معظم طباعهم وعارف كل الكلام ده. بس اللي استفزني في الصوره اول ما شفتها، ان انا قبل ما اخش عليهم عايز اساعدهم، انا اللي استغربته الكلاب بتعمل كده لما بتبقى محتاجه فعلا تتدفى او لما بيبقوا خايفين من حاجه. بس الغريب في الصوره دي تحديدا ان هم عاملين كده في وسط الشارع يا استاذ، في وسط الشارع العربيات بتعدي على مقربه جدا من راسهم، فدي مش حاجه سيفتي ولا حاجه امان ليهم خالص. ومن هنا بدا الموضوع معايا، يعني انا لقطت الكام صوره دول قبل ما اكمل قصتي مع الكلاب واساعدهم ونشيلهم والموضوع ما خلصش في كده. بس انا لقطت الصور دي، اللوحه الربانيه دي، انا سبحان الله انا مش عارف اوصفها ازاي لغايه اللحظه دي. انا شايف الكلاب، انا مش عارف هم نايمين فوق بعض ولا جنب بعض، ولا حتى قعدت انادي عليهم عشان عايز اكلمهم يبصوا لي حاجه، ما فيش اي حد تفاعل معايا غير كلب واحد بس اللي هو اللي على الوش خالص، رفع دماغه كده بص لي، فانا بقول له ايه مالكم؟ فامنايه الحزن، انا شفت الحزن في عينيه، يعني يمكن شويه عشان انا بتعامل مع الحيوانات او بحب الحيوانات وبالذات الكلاب بالسوق يعني بزياده شويتين، حسيت بده. يعني السبب الاساسي في كل اللي حصل زي ما حضرتك قلتي هو استاذ احمد الخطيب بصراحه. يعني انا لغايه اللحظه دي انا مش متوقع ومش متخيل اللي حصل على الصوره دي، واللي بسطني اكتر ردود الافعال اللي حصلت. طب يعني هي الصدفه اللي خلتني اتواجد في المكان ده، والصدفه كمان اللي خلتني ابعتها بكل صدفه، لان انا اول جمله قلتها للاستاذ احمد قلت له انا اسف لو بزعج حضرتك، حضرتك ممكن تقول عليا مجنون، بس انا لقطت الصور دي دلوقتي وفعلا وجعاني وحاسس اللي هي فيها معاني كتير قوي. لقيته بيكلمني وكان الوقت متاخر جدا، قال لي يا جاسر مجنون ايه؟ الصوره دي عالميه، الصوره دي تحفه، الصوره دي فيها معاني كتير، الصوره دي هتقلب مصر كلها. من يعني الكلام ده اول جمله، الفيدباك بتاعه مع الصوره انا نفسي حتى ما كنتش متوقعه. وفعلا يعني هو هي دي الفكره يا جاسر، هي الفكره انه بالظبط بالظبط اللقطه، يمكن في ناس علقت قالت طيب ما كنتوا ساعدوهم بدل ما تصوروهم، لكن خلينا نكمل بقيه انا يا استاذ القصه. عملت كده، بالظبط انا كده، عملت لا انا كده. متاكده ان انت عملت كده، ان انت اخذت ده حقيقي، اللقطه دي وبعد كده بدات تساعدهم. هي الفكره واللقطه دي مش في والله انا كنت اتفضل اللقطه دي انا كنت واخدها بطبع شخصي ليا،
يعني عشان انا بحد بحب الحيوانات وما بحبش الحيوانات تموت في الشوارع يعني ضد اي عنف ضدهم. عارف انا لما شفت عارف يا اتفضلي. جاسر اهميه الصوره دي في ايه بجد؟ لانه احنا هنا في يعني دايما بناكد على فكره الرحمه، الرحمة ويمكن الاستاذ احمد الخطيب طبعا كان رئيس تحرير مسادي ام سي، هو اشتغلنا مع بعض كتير على هذه القصه، فكره دعم الرحمه وخاصه ضد الكائنات الضعيفه ايا كانت بقى، اي كائن ضعيف ايا كان اسمه ايه. حقيقي حقيقي الفكره ان انت عملت حاجه للتوعيه، ان الناس شافت انه هذه الكائنات بتشعر وبتحزن وبتتجمع حوالين اخ يعني زينا بالظبط، يعني عندهم نفس المشاعر سواء كانت فرح ده او حزن حقيقي او اندهاش، فالناس تبقى واعيه اكتر لفكره التعامل مع دي الحيوانات. والحاجه كمان الحلوه هي رد الفعل، لان انا شفت قد ايه عملت شير، قد ايه الناس ده بدات مهارة، رد تتكلم، قد الفعل ايه الناس مهارة أستاذ. بالظبط كده، فده كمان مهم جدا جدا جدا، بحييك جدا طبعا شكرا. واعمل كده كتير، احنا معاك احنا كمان يعني سواء احنا او الوطن احنا اللهم لك ألف حمد وألف شكر، وشرف ليا والله العظيم يعني إن أنا أكون مع حضرتك، وأي حد شرف تناول لي. أو قال جملة حلوة على الصورة ووصلوا منها معنى حلو، أو حتى قال سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، ده السبب اللي حطني أنا وأستاذ أحمد الخطيب نكون مجرد أسباب صغيرة إن الصورة دي تنتشر، وإن إحنا نبعت رسالة، لأن هي دي رسالتنا الحقيقية من الميديا والصحافة والإعلام عامة. يا ريت نكتر من ده. أنا بحاول عن نفسي أشتغل على نفسي في حاجة زي كده، بتوجيهات حتى الإدارة ومديريننا نعم وأكثرهم أستاذ أحمد الخطيب دايماً بيشجعونا على حاجة زي كده. أنا بشكره بشكرك، من خلال حضرتك، وبشكر أي حد وصل له معنى كويس من الصورة، والحمد لله، وما توفيقي إلا بالله، أنا الحمد لله. بشكرك اللهم لك ألف حمد شكرا وألف شكر. جزيلا. زميلنا جاسر أحمد المصور الصحفي بجريدة الوطن وصاحب اللقطة الشهيرة.